السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم في القناة ديالي ومرحبا بكم مع فيديو جديد ان شاء الله ديما يبقى جديد. اليوم غادي نقدم لكم واحد الوصفة لتقوية الشعر، الحماية ديالو من التساقط، واللي عنده اي مشكل في الشعر يجرب هاد الوصفة ويرجع لي في لي كومونتير. عرفتي البنات راه غادي تشكروني على هاد الوصفة، راه زوينة بزاف وكتعاون الشعر، كتساعد في التطوير ديال الشعر، اللي عنده الفراغات في الشعر كتقويهم ليه. هاد الوصفه سهله واي واحد يقدر يصايبها غير في الدار ديالو. المكونات ديالها بسيطه ومتواجده، بيان سور خاصكم تكونوا في المغرب حيت كاين واحد المكون اللي على ما اظن ما غاديش تلقاوه في دول اخرى. اذا على بركه الله نبداو في الوصفه ديالنا. الوغ اول حاجه غادي نبداو بها هي هاد الزيت. هاد الزيت راه ديجا انايا كنصايبتو في الدار. غادي نقول لكم المكونات ديالو. هاد الزيت هو الزيت اليومي ديالي اللي كنستعملو كل يوم. يعني هاد الزيت غير بوحدو بعدا راه كيطول الشعر الا داومتي عليه ولا خدمتي به كل نهار في الصباح وفي العشيه، راه هو غادي يقوي لك الشعر وما يبقاش يخليه يطيح. هاد الزيت هذا كيتكون من زيت الخروع. يعني شديت واحد الكميه من زيت الخروع، شديت واحد الكميه من زيت الحشيش، انا خلطتهم بيناتهم ودرت معاهم حتى شويه ديال زيت العود. هادشي اش كيبان لكم اللون ديالو بحال هكا. خلطت معاه مجموعه ديال الاعشاب بحال مثلا الزريعه ديال البصله، شديتها حمرتها وطحنتها مزيان. درت معاه شويه ديال الخزامه، درت معاه شويه ديال القرنفل. هادشي كامل كتحمروه كطحنوه وكتكبوا عليه هاد الزيت، خليط من الزيوت اللي قلت لكم، زيت الخروع، زيت الحشيش وزيت زيت الزيتون. وغادي نتخليوه في واحد البلاصه اللي مظلمه، تكون مثلا تحت لورنيات ولا المهم شي بلاصه، ولا في الماريو ولا هذا، يعني تكون مظلمه، تكون بعيده على الاشعه ديال الشمس. غتخليوه تقريبا واحد المده ديال سيمانه وكتبداو تستعملوه على ما كيطلق فيه هذاك الاعشاب كامله. وكنصفيه كما كتشوفوا كيتصفى، ما كيبقى فيه حتى شي حاجه. وهذا هو الزيت المعتمد عندكم، كل نهار تبقاو تدهنوا به الشعر ديالكم قبل ما تمشطوه. المكون الثاني هو هذا المراقد، كيتسموا المراقد. غادي تمشيو عند العطار، شوفوا معايا الشكل ديالهم، راه كيكون تقريبا بحال الغاسول ولكن كيكونوا فيه بحال حجيرات كيبريو. نتمنى تكون الصوره واضحه. راه كيتسموا المراقد. كتمشي عند العطار كتقول لي عطيني المراقد، راه شويه غاليين، يعني كتاخذها واحد الكميه بسيطه. غادي ناخذ هذا المراقد وغادي نخلطوه مع هذا الزيت العود والزيت اللي قلت لكم قبيله، الزيت اللي صوبناه، وغادي نشقوا به شعرنا. سمحوا لي البنات راه تقطع لي الفيديو. كما قلت لكم هذا المراقد كتلقاوهم عند العطار. الثمن ديالهم راه غالي شويه، يعني كيعطيكم غير كميه قليله. غتاخذوا منهم واحد الكميه، مثلا هذه 10 دراهم. غتاخذوا هذه الكميه غادي تدكوها في المهراس وغادي تخلطوها مع الخليط ديال الزيوت. راه هاد الوصفه هذه كدار الا كنتي غادي للحمام، الا كنتي غادي تعوم. بالنسبه للوصفه ديال الزيت راه كما قلت لكم كدار كل يوم، كتقدر تمشط شعرك به الصباح وفي العشيه. اما هاد الوصفه اللي فيها المراقد خاصك ديرها تتكون غادي للحمام مثلا في الصباح، تخليها واحد 3 ديال السوايع ولا ساعتين او مينيموم، وغادي تمشي بها للحمام وغادي تلاحظوا الوصفه، تلاحظوا الفرق في ظرف شهر. يعني خاصكم تتبعوا الوصفه، خاصكم تداوموا عليها. راكم عارفين بان الوصفات الطبيعيه راه ماشي بحال الوصفات ديال لي برودوي كيميك وهذا، يعني خاصها شويه ديال الصبر وخاصها شويه ديال المداومه. غنبداو في التحضير ديال الوصفه ديالنا. اول حاجه غادي ناخذ مهراز، غادي نضيف فيه المراقد ديالنا، وغادي نحاول ندكهم. راهم ساهلين في التهراس، راه ماشي صعب بزاف، حيت راه بحال تقريبا بحال الغاسول. انا بلا ما نصدعكم غادي نقطع على فيديو وغادي نرجع معكم منين نكمل الدكان ديال هاد المراقد. فوالا البنات ها المراقد راه بيدكو ليا، كياخدو شويه ديال الوقت ولكن خاصكم تصبروا معاه.
من بعد ما دكيتهم البنات بدل الرائحة ديالهم فنة، يعني راه فيهم بحال ريحة الورد، بحال ريحة العكر الفاسي. يعني انا ما عارفاش بالضبط مناش مصنوعين، ولكن هاد الوصفة كانت كانوا كيديروها الوالدين ديالنا وجدة ديالي. يعني هاد الوصفة راها رائعة مجربه وديال الناس القدام، يعني ديال بكري. وكما قلت لكم هاد المراقد راني ما عارفاش بالضبط مناش مصنوعين، هما كيتباعوا عند العطار. يعني كيديروا فيه مجموعه من الاعشاب ومجموعه ديال الحوايج اللي مزيانين للشعر، يعني غيديروهم يكونوا مطمئنين. وهاد الوصفه كتقدر ديرها اي سيده، لا المراه الحامل ولا يعني كل شيء كيقدر يديرها. هي وصفه طبيعيه ما عندها حتى شي ضرر. اول حاجه غادي نديرها من بعد ما دكيتهم، راه كيبقى عندي شي طريفات منهم، غادي نحاول نصفيهم بحال هكا في الصفايه، وداك الشيء اللي تبقى عندي غادي نعاود ثاني ندقه مزيان، يعني حتى حاجه ما غادي تضيع منه. انتما لا بودر كتهبط عندنا هنايا، الكوتة اللي كتبقى غادي نعاود ثاني ندقها. من بعد ما كملت الدكان ديال هاد المراقد، هانتوما اش كنحصل دابا. هاد لابودغ اللي حصلت عليها غادي نخزنها، يعني ما نخلطهاش كلها مع الزيت، غنبقى فيما نبغي نمشي للحمام غادي ناخذ مثلا من نوج معالق ولا معلقه كبيره ونخلطها مع واحد الكميه من الزيت، داكشي اللي غيكفى الشعر ديال كل وحده فينا، وغادي تشقوا به غير الجذور ديال الشعر ديالكم. ومن بعد غادي تخليه واحد كما قلت لكم واحد 3 ديال السوايع ولا 4 ديال السوايع، وتغسلوه بالطريقه العاديه. ومن بعد ملي تكملوا من الغسيل ديال الشعر غادي تاخذوا واحد الكاسرونه غادي تغليوا فيها، هادشي ديروا قبل بيان سور ما تدخلوا للدوش ولا الحمام. غتاخذوا واحد الكاسرونه غتغليوا فيها الخزامه والزعتر، غادي تغليوهم مزيان، غادي تصفيوهم، تصفيو داك الماء وديروه في بخاخ، وبه غترشوا شعركم قبل ما تخرجوا من الدوش. عاتيه البنات راه حتى هاد الوصفه ديال الزعتر وهذا حتى هي كتحيد لك القشره، كطهر لك الجلده ديال الشعر الا كانت مريضه ولا شي حاجه، وكتخلي لك رائحه رائعه في الشعر. غادي نحاول نخلطو حسب القدر اللي غادي يكفاني، غادي نخلط الكل. راه كما كتشوفوا راه كيولي بحال الكريم، بحالو بحال الغسول. الرائحه فيه رائعه، يعني اللي ما كيبغيش الوصفات مثلا بحال البصله، حيت راه كنا كنعرفوا بان البصله راه مقويه للشعر، نعرفوا بان الثومه هي مقويه للشعر. يعني بزاف ديال الناس اللي ما كيبغيوش يديروا هذه الوصفات غير على قبل الريحه، هذا في رائحه الورد، يعني الا كنتو غديروا راه في ريحه ديال الورد، في ريحه العكر الفاسي، يعني واحد الرائحه جميله. وراه بحال الطين كما كتشوفوا راه كيذوب في داك الزيت اللي درنا، كتشقوا به الراس ديالكم كتخليوه كما قلت لكم المده، وليا في التعاليق كيفاش جاتكم الوصفه، واللي جربها يكتبها ليا، وما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد ان شاء الله. والى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.